شمعة وسط الظلام يحمل له فتيات خير هن نورا منتظر يعمل. أديب الباحث ابن رشيق القيرواني يبني الحطام تدعى بتاج كرامة يسعى ليلبسنا الدرر هيا لنبدأ بالعمل سنصر لا لا لن نمل لنعيد ترميم الأمل أخلاقنا منها جنى. التقويم النقدي أحمد شوقي شاعر مقلد. أولا موضوع القصيدة ليس بالمستحدث فقط سبقه إليه شعراء كثيرون منذ أقدم العصور. ثانيا شوقي في هذه القصيدة يقلد ويعارض البوصري في قصيدته الهمزية كيف ترقى رقيق الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. ثالثا اعتمد الشاعر البناء التقليدي للقصيدة عروجيا الشعر العمودي. رابعا الاكثار من الصور البيانية. خامسا الاعتماد على قوة الكلمة في التعبير عن المعنى ومن ذلك استخدم الألفاظ الضخمة الرنانة المجلجلة الروح الملأ الملائك ذعرة زلزلت قاجرا مقدرا هزت. سادسا الاعتماد على وحدة البيت وعدم توفر الوحدة العضوية.